السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كل خير متابعينا الأعزاء. اليوم الفيديو حقنا للفائدة للناس اللي حابة تجهز، الناس اللي حابة تضيف إضافات على سياراتها، خصوصي في الوقت الراهن الأغلبية يبي يجهز تجهيزات للبر، الطلعات، الإنارات، الأمور هذه. فالفيديو اليوم بيكون خاص للناس ذولي، نتكلم بهمهم أكثر. اللي أمامكم هذا تويوتا شاص الديزل، معروف لا يعرف، عليه إضافات وتجهيزات من كار بلاي لإلكترونيات السيارات، ناس مختصين وعارفين إيش يشتغلون على السيارات. هذا الفيديو مو بإعلان ولا مدفوع لي شيء عشان أقول هذا الكلام، أنا شخص سبق واشتغلت عند الشباب سواء كان أبو ياسر أو الأخ معاذ، كلهم ما شاء الله مختصين ويعرفون إيش يشتغلون بالحرف الواحد. تحط سيارتك عندهم وأنت مطمن وبشايل هم. خلونا نبدأ معاكم تفصيل حبة حبة وش يشتغل على السيارة. كمقدمة ما اشتغل عليها شيء، طبعا عليه هذا الونش الامامي في حال لا غرز يقدر ينزله ويرفعه كمقدمة، عليه كشافات وامور خارجية مع الونش وغيرها، لكن ما اشتغلهم كواجهة امامية، شغلهم كان على الصندوق الخلفي ككل شغل كامل. راح نشوفه الحين مع الاخ ابو ياسر يشرحنا عن موضوع الكهرب الموجود هنا بالكامل، لان انا صراحة ما احب اتفلسف بموضوع الكهرب، هو اخص، هو اللي اشتغل على الموتر واشتغل على كل الكلام الموجود هنا. طبعا شغلهم داخل الغرفة هذه فقط، الخيمة في امور اخرى مضافة على السيارة من قبل صاحبها الاساس، يعني كالدعامية هذه، الكفرات، الجنوط، الامور هذه، الخيمة ايضا هم شغلهم ككهرباء داخل الغرفة هذه ككل. بس شغل الارفف هذه ومساحات التخزين، الدروج اللي اضافوها، الصندوق هذا جميل جدا صراحة. انا جايز لك يزيد فيه اللي هو المظله، فيه اللي هو الخيمه اللي فوق، فيه تفاصيل حلوه راح نشرحها الحين حبه حبه مع بعض. بدايه نبدا هنا عندنا المحول والغرفه هذه للتحكم واللي فيها علبه الفيوزات، المحول الكهرباء 2000 واط، المنظم الطاقه اللي تدخل للبطاريات، الليثيوم اللي هنا ياخذ من الطاقه الشمسيه، ياخذ من الدينامو، ياخذ من ماخذ خارجي. عندك ماطور كهرباء جنريتر او في المزرعه تقدر تشبكها هنا وتغذي البطاريات. حلوين. علبة الفيوزات، مراوح دخول وخروج للهواء، هنا قاطع الكهرباء عندك، هنا يكون في هذه المنطقة. هذا القاطع هنا تقدر تطفي الكهرباء كاملة. حلو. تمام؟ عندنا هنا اللي هو السويتش حق الليد اللي هنا مع المراوح، يعطيك انه شغال ولا مو بشغال. هنا عندك مفتاح الدينامو حق الموية. عندك ثلاثة مخارج للموية اللي هو واحد هنا وواحد تحت هنا، كوبلينك تقدر تفتح هذه الماسورة بهذا الشكل، وأيضا تقدر تشيلها بحيث إنه ما تنسى الموية مفتوحة أو أحد يلعب بالموية تشيلها يبقى الكوبلينك موجود بس. تمام. عندك هنا اللي هو الشاحن يو اس بي مع تايب سي مع فاصل، وقارن البطاريات اللي موجودة هنا عندنا، هذا حق طرمبة الموية. عندك الريموت كنترول هنا يتحكم بالاشياء اللي موجوده خارج السياره، مثلا عندك الاضاءات، شايف الاضاءات هذه الاي دي تتركب بهذا الشكل ومع الريموت كنترول. عندك البي اللي هو الجهه الثانيه اليمنى. حلو. عندك السي اللمبات حق الحنفيات اللي تحت، هذه لمبات الحنفيات بهذا الشكل. وعندك اللي هو دي الشاحن اليو اس بي مع منفذ الولاعه، تقدر تشغله وتطفيه من هنا، وايضا اذا طفيت القاطع فصل كل شيء عندك. عندك هنا الحجره اللي هنا حاطين فيها نحن البطاريات، عندك هنا البطاريتين ليثيوم ما شاء الله تبارك الله، عندك علبه الفيوزات للمحول الكهرباء، عندك للثلاجه هذا منفذ الثلاجه، هنا منافذ ال 220 بهذا الشكل، عندك منفذين بيركب شاشه هناك الرجال يقول، فجهزنا له الكهرباء بحيث انه يكون سهل للتشبيك عليها. وهنا عندك المجموعه حق الشغل كامل هنا تكون، بحيث انها تكون سهله عندك في المنطقه هذه. هنا الخزان المويه تحت مقفلينه نحن بحيث انه ما يبين خلاص. فعندك مصدر التغذيه للتانكي من هناك، وعنده الساعه حق المويه هناك بجنبه على طول، يقدر يشوف ما كم الكميه اللي موجوده او يحتاج اذا يزيد او ينقص. طبعا هنا شفتوا كيف شرح لنا الاخ ابو ياسر عن موضوع الكهرب بشكل كامل، انا صراحه ما احب اتفلسف فيه، خاف اخطي بمعلومه او شيء. الحين بنجي لين جهه المغسله وجهه المطبخ نتكلم. هنا المطبخ متواضع، عندك المغسله هذه تنصبط هنا، تقدر تستخدمها برا على السياره، ممكن تركب مطبخ خارجي هناك،
على كيفك وعلى راحتك تمام. عندك هنا غرفة الموية، الدينامو هنا، المواطير حق الموية، واحد ياخذ من الخزان يدخله للفلتر، وواحد يعطي من الفلتر علشان الموية بعد الفلتر تكون ضعيفة شوية. عندك الغاز هنا، وهذا مفتاح الفلتر تقدر تفكه وتقفله من هنا. عندك التصريف نازل تحت السيارة على طول، تصريف المغسلة. هنا الغاز بيكون حق الغاز، يطلع اللي من هنا، من جوا مفتوح على فتحة من هنا يطلع اللي من هناك، او برع السيارة على راحته يقدر يحط الغاز هنا. وعندك هذه دروج تخزين مع القفل هذا بحيث انه ما تنفك، لكن القفل هذا خلاص كذا ما تنفتح الدرج، بحيث انه اذا مشت السيارة ما ينفتح. هنا بيكون برضو سرير اذا حاب انه يعني منام. هنا في لوح يركب هنا 18 ملي، ويكون بهذه المنطقة بحيث انه يقفل المكان كامل، يقدر ينام على المنطقة هذه، يحط الفراش وينام هنا. هنا عندك غرف تخزين ايضا، غرف تخزينية هنا للاشياء، ثلاث غرف تخزين، واحدة ثنتين ثلاث هنا تمام. هنا ممكن يسوي مستودع لانه يتصفط اللي هنا، السرير يتصفط ويصير تحت في الارض. الماطور الهواء نحن مركبين له ماطور من شركة ARB، هذا الكوبلينك وهذا المفتاح. التمبروسر مخبى ورا، فيه صوانة لتعبية الهواء، منفذ هنا ومنفذ في الجهة الثانية. ما ننسى أيضا يا جماعة الخير هذه القاعدة اللي أذكرها دائم، تثبيت الجوال. هذه ما تحصلونها عند أي أحد، موجودة عندهم، مشبوك الشاحن دايركت. الجوال من الصعب جدا إنه يطيح أو يهتز. خلنا نتكلم الديكور حق السقف هذا برضه من تصميمنا هذا، ما شاء الله تبارك الله. ياخذ الكنود، الجهاز الراديو اللاسلكي، وايضا فيه الكنترول حق المنظم حق الطاقه الشمسيه والبطاريات والدينامو حق السياره، بحيث انها تعبي البطاريات الاضافيه اللي في الخلف، فتقدر تشوف التعبيه كم وصلت التعبيه، حراره البطاريات. فيها منظم يقطع اذا سخنت البطاريات، يقطع الجهاز نفسه، يقطع التغذيه عن البطاريات ويغذيها يعني بالامبير المسموح للبطاريات. تختار نوع البطاريات، ليثيوم او جل او اسيت تكون اللي هي الالكترونيه، تختارها من الجهاز نفسه، فينظم لك التغذيه حق البطاريات بحيث انه ما يضر الدينامو ولا يضر البطاريات. ما ننسى برضو انه عليها اللي هو الطاقه الشمسيه، موضوع الطاقه الشمسيه، ففي ترتيبات انه توصل كهرب للبطاريات. في ما شاء الله شغل جبار على هذه السياره زي ما شفتوا، كيف ما شاء الله تبارك الرحمن الشغل اللي مضاف على السياره. انا ارجع وعيد كلامي وقلته كذا مره في السناب وممكن في تغطيات اخرى صورتها لهم، هذا الكلام مو باعلان ولا مدفوع له ولا ريال. انا شخص حب افيد الناس كوين تروح تودي سيارتك، صراحه عند ناس مختصين يعرفون ايش يشتغلون لك، مو عند اي احد. خص الكهرب حساس جدا في السيارات، فما ينفع تودي سيارتك عند اي احد يلعب لك في موضوع كهربائي، يلعب في الدنيا كلها. ف صراحة يعني الشباب هنا ما شاء الله يشتغلون وهم عارفين شو يشتغلون بالضبط، أي مشكلة يواجهونها، أي شيء يحسون أنه غلط يبدلونه هم ولا يستشيرونك، خاص موضوع الأسلاك، قوة التحمل، الأمور هذه كلها. هذا هو ما شاء الله، طبعا هو عليه خيمة زي ما قلت لكم، أمور خارجية ضايفها صاحب الموتر ما شاء الله، الله يبارك له في حلاله. أنا جايزت لي صراحة فكرة الخيمة هذه لأنه تتقفل طريقة ما زي ما تشوفون، الطريقة هذه تنشد بس يبي لها قوة شوي، تنزل تتساوى مع الغمارة وتقدر تطلع لها سواء كان من هنا من الداخل أو من الباب الموجود هنا. طبعا هم مو ضايفينها، خيمة صاحب الموتر ضايفهم، شغلهم كهربائي فقط وتفصيل الأرفف والأدرج الداخلية. هنا أيضا في مساحة تخزين، ترتيب جميل صراحة. عموما راح أحط لكم أرقامهم، راح أحط لكم سنابهم كذاك الأمر، وموقعهم جوجل ماب راح تحصلونه في صندوق الوصف عند ابو ياسر. تعالوا له وقولوا له من طرف قناة يزيد، ان شاء الله ما راح اقصر معاكم باي شيء تحتاجونه كهربائي. طيب وش في عندهم ايضا شغل اخر؟ خلينا نتكلم كإنارات. في إنارات الجانبية اللي هي المخفية، عندنا المخلوط، عندنا اللون اللي هو اللون اللي هو الذهبي كذلك. الامر عندنا شيء جديد زي ما تشوفون، يجي باللون الابيض كخارجي لكنه يجي مخلوط او على حسب اللي انت تختاره، لكنه كسيليكون خارجي جاي بلون ابيض، فلو موترك لونه ابيض راح ينفعك هذا الشيء. والإنارات هذه من رفيق الدرب، وايضا هذه تركب، او برضه اذا عندك زي تجهيزات هذه تقدر تركبها داخليا، وامور كثير صراحه، قطع الكاربلاي للشاشات، قواعد،
وش بعد؟ والله كثير صراحة ما شاء الله يشتغلونه كشغل كهربائي داش كام كثير كثير أمور. زي ما قلت لكم أرقامهم حساباتهم كل شيء بتحصلونه في صندوق الوصف أيضا أمامكم في الشاشة كسناب شات ورقم تواصل. بس ما ودي أطول عليكم، حبيت أصور كذا شيء خارج عن المألوف فيه فائدة للناس اللي تبغى تجهز أي شيء. طبعا مو بس تجهيزات بر، عد واغلط للتجهيزات، عد واغلط حتى لو في بالك فكرة تبي تسويها يسوونها لك، بس عطهم يعني الموضوع شلون يسوونه وبد يرتبونه لك. صراحة أنا جهزت لي الفكرة اللي هنا حقت الغرفة هذه حقت الجزئية هذه إنه فيها إنارة فموضحت لك، شوفوا كيف شغل الكهرب ما شاء الله فيه دقة وتفاصيل جميلة ما شاء الله. وبس إلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو لهذا اليوم، يعطيكم العافية على المشاهدة، لا تنسون تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تشوفون المقاطع والجديد أول بأول، وأيضا ضيفوني على بقية حساباتي التيك توك سناب شات وإنستغرام. يعطيكم العافية على المشاهدة، أرقامهم كل تفاصيلهم موجودة في صندوق الوصف. فمان الله.